حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة أكثر من 252 مليون دولار، وباع البنك خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي نحو 252 مليون و 420 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية وللبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. قال رئيس الرابطة العراقية لمنتجي الأدوية أحمد علي إبراهيم إن العراق تأخر في الوصول إلى مستويات متقدمة ومتطورة في صناعة الأدوية، وأضاف إبراهيم أن الحكومة وسياساتها هي السبب وراء تأخر العراق في هذا المجال، مؤكدا أن الأمر متعلق بقرارات اقتصادية منذ عشرات السنين ولحد الآن، ومرتبط بفهم مغلوط عن نشاط القطاع الخاص، حيث أصبح التركيز فقط على معمل واحد هو معمل سامراء، وهذا الأمر تسبب بخلل كبير على حد تعبيره. حل العراق بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر شباط الماضي. وقالت هيئة الإحصاء التركية إن الصادرات التركية ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 21 مليارا و 82 مليون دولار، وانخفضت الواردات لتصل إلى 27 مليارا و 835 مليون دولار. وأضافت الهيئة أن الصادرات التركية ارتفعت إلى العراق خلال شهر شباط بنسبة 47.3% مقارنة ب 728 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي. كشفت وكالة إيران انترناشونال عن وقوع قطاع الطاقة الإيرانية تحت ما وصفته بالأزمة نتيجة لتراجع قدرتها على إنتاج الغاز بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها منذ أعوام. وقالت الوكالة إن السلطات الإيرانية وقعت عقدا بمليارات الدولارات مع الجانب العراقي لتجهيزه بالغاز الضروري لتشغيل مولدات الطاقة العراقية، متوقعة أن تفشل إيران في تصدير الغاز المطلوب ضمن العقود خلال الفترة المقبلة نتيجة تضاعف حجم الطلب الداخلي على الغاز لإنتاج الطاقة مع تراجع نسب الإنتاج. ارتفعت أسعار النفط محافظا على المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبيك بلس وهجمات على مصافي روسية. وارتفعت أسعار خام برنت 30 سنتا لتصل إلى 87 دولارا و30 سنتا للبرميل الواحد بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا إلى 83 دولارا و49 سنتا للبرميل الواحد بعد ارتفاعه بنسبة 3.2% في الأسبوع الماضي. لنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي بأمان الله.